أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المصنف رحمه الله وحفظه فصل السؤال بسم الله الأعظم كسب الله بنا إن شاء الله فصل كم عقنتيها السؤال بريو ايو ويديس الهي وحلا ويديسو بسم الله الاعظم مجعيس وينك بدن وحلا ويديسو عن عبد الله بن بريدة عن نبيه رضي الله تعالى عنه انه قال سمع النبي نبي مغلي صلى الله عليه وسلم رجلا نن كاسو يقول اورنا يا اللهم الله دعاءنا ودعيسنا يا إني أنغو أسألك وحنك ويديسا بأنك أدغو إنا تهي أنت أدغو إنا تهي الله اللي إنا تهيبا وحنك ويديسا اللي هي الأحد إكلد أها في ذاته صفاته وأفعاله الصمد إي سيد كدمسترا أها أما الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه والخلق محتاجون إليه والغفصر أيضاً الصمد والسيد الكامل والغفصر والسيد كذا ميستراً أما وميتك إسوء عدو الباي أباهنت هاي يعني إسوء عدنا أباهنين الذي كسو لم يلد أن وحري أرلن ولم يولد آنا لدلن إنو دلن آن لسوغيدن ولم يكن له إساغ أوسان أهان أحد عد أو كفو أن أي مكافئ أن أدكما ولم يكن أيسان أهان له أن له أما ولم يكن أحد عدنا أيسان أهان كفو أن أي مكافئ أن مدكما له أن له دعا ذا نخر سنة يومرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال حولي رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله إلهي وحو كبري لقد سأل الله ألا وحو وحكو ديستي باسمه الأعظم مجعيسي وينك بدنا الذي مجعاسو إذا سئل به إلهي هدي كاوح لغو سؤاشو أعطى وحي لغو سؤاشو بحنيو وإذا دعي به هدي مقع القبريان أجاب عدي بردي وجيبي أنا لسلم مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال سمع النبي نبي مغلي صلى الله عليه وسلم رجلا ننعو يقول له اللهم إني أسألك ألا وحنك سؤالا بأن لك إني أذيك كوسقناتي أيان وحك سؤالا الحمد مهد إذي الكيد لا إله من حق لك عابد مجر إلا أنت أذيك مويان وحدك كليا حال أتهي لا شريك مدلق لو ذاتي عبادة لك أدقك مسنان المنان أنت أدق المنان مدك قلد بضنباتي أدو مديسة حبين يمان بن عمديسة كشبا يهدانك قلد يستع بديع السماوات السماوات مدك هل أبو ريباتهي والأرض للك بديع أريق بديع وكدوان يهي بمعنى الخالق أصل كذا لفظك الهديل هذا مقع إلهي بلغته بدعاد وحلو يقان الشيء عصب إن قفك سيقل لغه الرين شرعا ونصل دين تقوله لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع أهل العلم ولا قياس معتبر مركب بديع السماوات والأرض يعني لغة وحقها مركب لهذا السماوات كان يعرر كان إساقا أبوري قاف كانوا أنك شديين عندنا وقمضا يعني سماء سي چرتي النظام چري ونك شديين تلقى سوقاتي ما چرتي مركب وحال أبور بيسو ماردو لها إبلا هالأبور بولي بديع السماوات أنت أدوك بديع السماوات السماوات كميتك هل أبو ريبا تهي والأرض للك ذو الجلال وينك إيا والإكرام ماموس كميتك أصاحبك أتهي فقال ديت النبي عليه الصلاة والسلام لقد سأل طب أهاني واسؤاشي
الله إلهي نكا وحو وحكسو آشي باسمه الأعظمي مقعيسي وينن كبدنا الذي مقعاسو إذا سئل به حدي إساق إلهي وحلقو ويديستو أعطى أسين يوقفك سائلك وحكسو آشي وإذا دعي هدي الله لبري به مقع سببتي هدي لغو بريان أجابا قفكي كبري وأجيبي اسم الله الأعظم وجوده وعدمه اختلف أهل العلم يعني علماء قهر بابا على الأسف مع أنهم دي اسكتهم خلاف أقبالي كرتا سموحي جماعة كنتمين حدنا علماء قهر بابا حديثا يوحى الله مذكورا أولي أو تاقا اسم إلهي مقعيدي سكمده اللوية قالنا اسم الله الأعظم مجرو ayo waxa ka dhalan bay dhahayn quraanka iyo magaciida ilaahi qaarba qaarka karin uu ka fadilan yahay marka midka faadilka ashkaal male ya afdalka laakiin mafduulka xogow naqsi ba laga fahmi karaa bay dhayn ismigan kana ka fiican marka la dhaho ismi ilaahi oo laga fiican yahay ba jira taasi ka qarare abul hasan al-ash'ari ragbadan oo mutakallimiinta ardaydiisa kamid ah maray لكن وركاسي ور اعتبار لماها ور اعتبار له يعني اعتبار علماء تري وعلماء جلا من أهل العلم خلاف كمرك اللي تشوقنا في هذا الباب شيخ الإسلام أبي الحسن الأشعري من علماء أهل السنة بعدما تاب لكن شيء وهدو دليل ككور إيمانية وجه لقادن كرؤ وحلق فهمي كرانا أن الله إيمان حلق مسوق هذا خلاف كاس waxa ku soo hadhay culimada qabta ismullahi al-a'zam wa jira laakiin qaarba waxay yiraahdeen haba jira ee waa min mastaathar Allahu bihi inna ilaha illa ma barin bay dhihin waxa cilmiga ilaahi isaga naftiisa ku gooni yeelayo cid garanay sabab ma jirtay dhihin hadalkii hore wax yar buu dhaama laakiin wax faa'iido kuma dhaamayso علمذا لكن قبته وأنا سيد علمذا المسلمين تو بنيهين اسم الله الأعظم واجرا يقال لفظه ذا إساسي خلافي تعيين كيس اسمه سواك الإمام الحافظ بن حجر كتاب كيس صحيح البخاري وكشر حي فتح الباري وحسو قرية دورية طبعاً قول سقي غير كبير فربضم بسو قرية خلافك لكن ذاتك سو قرية سقى وعنصن بركة adigu 12 ka qowl wax badan baa iskaga jiray kelimada tooxid baa ku jirtaa la ilaha illallah wa ismullahi al-azam in nabigu leeyahay ilaahi magciisi weynaa buu ku bariyay hadii wax lagu soo aashana waxaan bixinayay hadii lagu bariyana waajibay wa la ilaha illallah qaruhi daadeen wa da'watu dhinnun nabi ilaahi yunus alayhi salaam markii uu galay fi batni al-hut ducada ilaahi uu ku bariyay kurbada lagaga fiido weeyay لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لكن قواش أمرك لصو أروري لبا قول أما لبا اسم با أغو حوك بضن إن يهين اسم الله العظم مد والحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم من نوى ولفظ الجلالها الله labada waxa si xoog badan culimada intooda badan ay qaateen lafdiga loo yaqaan lafdul jalala allah haydeen ismullah al-azim isagoo waxaynu dilishadeen asbaaba dhowray wax ku saleeyeen waa marka kubad waxay yiraahdeen nusuusta nabiga ama uu ku tilmaamay ama uu kaga hadlay ismullah al-azim marka la soo ururiyo jami'u ha magaca ku jira الله وكثر كل لكن الحي القيوم هي قارك ذو الجلال يا الرحمن يا الرحيم كل اسقدر قاربي كما قيهين ايات قار نبي غوري لبدن ايدود كفيريه اسم الله الاعظم يا حديثا فربدن لبدن هذا كمديهين الحي القيوم كما ترى قاركود مركه waxay dhahayn wa qadiyada kubadi wa ismi kaliya fi jami'i an-nusus al-waridati fi hadha al-bab kujimit waxay wax kale wax ku dhiseen waxay dhahayn
مغا عن الله أما لفظ الجلاله وعلم للذات وحو مغا عي هي إله ذات ديسا إذن وحو جمعنا يا بيدهين أسماء دي صفات كي يا وحل وعزوز قل الله ودن سقا مقتضيه سام بيسوز قل يا وهي صفات كي يا إسكال الله مغا عيدا يا لي الله وحي اللي تشيغ يا ودن با الله هل كاسكور رصدين وامتك لو حدهن مغا عن الله إلهي بكو قونية هي هل تعلم له سمية عد لبح دي إساقا كهر لما هيو إساقا كهر يدا مستحيل وعد لبح دي ولو داقي مجر تدي هذا الكساس أنا وضع ومغا عالو داكتي حتى الرحمن فصيرين دقار كفصير الرحمن هل تعلم له سمية وحلو وجه إذا من إلهي كو مغا عميات قرن رحمن بدين مصيلما بلبحي بيه رحمن اليمان بإنك سيكو دوداني دهان إساقو مطلقا لغان ليا إساقو مضافة ما رحمن اليمان إيو رحمن كذا ما الرحمن كيني دين علا بحضي حتى مصيلي من لبان بحين الرحمن يوحو لبحي رحمن اليمان تولدي سي حميد بو يومقع إلهي كل رجم ركاسو يدي يمام الرحمن كيدي أذيكو وحي كري علماء ذو شاقين يادنا إنك سويسن ده دليل وح وحلاود سوحيك بدنهاي لكن من باب الاستقراء أي كوكينين وحيدا ذين واسمك أوجب بدن القرآن كقص الله لابتي إنك بدن أما وحص الله لابتي لبكم وحك بدن قاركو ذا نركي مواقع ذا وحيالهن آت أضرب جلية القرآن كمفردات كيسية كلمات كيسة بحث جاء آت أوجف عن وحيدا ذين لبكم لح بقول سجاش ليه سجال لابا كن لح بقول سجاشن يا سجال شير يوم هذا عاصي القرآن كقيمة الله ده هل نعمها مر أبي الله مر الله مر الله كل بس يبقى يمني مر اللهم لكن كل ذلك هو لفظ الجلالة هذا يسوس هذا ضوبة هذا رادين أن اسم الله الأعظم ما قع اللوجو بدن يهواك ولفظه الله هذا هو لكن لما جزمين كرو على خلاف وما أورن كرت هذا إلهي كبر ذو أنا أقول على يقين إن اسم الله العظم بين إله كبر يا وايا ومسألة خلافية كس بين صدا عن شارع وطلع جليه تي اسم الله الأعظم وحمل سكو لا لا كرماها مرك خلاف كإن لجليه صدا ليلة القدر هي ساعة الإجابة في يوم الجمعة وحيالها أنت بدن فضل بدن شرعه إن ميل سكالة سوق بتوادي دي يعني وحيوبها انته الدذال دذال يباني فصل لكن قضي الله سكوة ترقبك بالحي القيوم يكون هذا الشيء النيو رمان وابا أفري طبان قوله وحل يجو لنتا صوء الرسطو وهل وراكو قرطو قبك وضب حفظي أو كوردي إن شاء الله مد أمبو نقني فصل سعة كرم الله تعالى إلهي كرم كيسا واسع نمت كيسي وأنه ألا يعطي إن وأضمد وحكسي على التمني دوني تانك أن يدي وحكا دونا بس أي فصل كنو قلتين هاي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي حكوري صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي قنويري إن يمين الله إلهي مدك تيسو ملأ ومد بوحده لا يغيضها من نقصامسه نفقة بحن وحلق بحيي سحاء ومث شبت بدن الليل إيا والنهار هبين إيا مال به مث سدا وح أشبي سوا وح نفقينيسا وح بحينيسا حدنا الشلين كمن نقصاميو نبو حلي أرأيتم بالكو الرما ما وحي أنفق ألا أوبحيي منذ خلق أبو مركو أبو ري لغسو بالله السماوات والأرض عرارك يدولك أنتو أبو ري لغسو بالله إلى يومنا هذا إلى الأبد وحو بحيي بل كورمس وما فربضنو ويفربضنتهي فإنه كائسك ألا أوبحيي لم ينقص من نقصامين ما في يمينه مذكتيس وحيو كتشري وحبك من نقصامين
إنه وحنا دقي ينقص فعل كن سيدي سبا نقص يتعدى ويلزم يعني يكون بحد ذاته متعديا ولازما صيغنا منا تكلم مركز فيريسو يعني حديث كده وحاسوس عليه سيد أركتان أصلك علم فربضا بصوص عليه لكن بخاري مسلم مر هذا حديث كي يوري أما متكوت مرجع كلا عندنا مشركته متكوت بالوقف لبض بديس وافقنا وحاوي فلله الحمد صنع كي مساندي معاجبتي والله قتك الشيطان كذا وايو لبض حديث كي وريان يجا كفلا قفكا قفكا مسلم كا مؤمن كا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مراتب تهدي يجرني النظام كي وكلا سر سر رئيسه حق قوتي وضعفي كان قال لي تساك فيلا مركا دب مركا تقول نقطه كتبتي صحيحين كا أما لبض كتابي صحيحين كي شرح دودي ما ننهلين لم يعني لم ينقص هل طبعا أركي طبعا أنا ماكو كالسوناني ماكو كالسوناني مركا غالب مركز فيريسو النسخ وغالب الطبعات أما الطباع وحيث هو فقصيهين نقص ينقصه مركا وحي انتاس إلهي وبحيي خلق يسو كنا فقيي بيل يروب يدهب يدون لها إلهي وحي وحاسي وحفك منه صابن وحي قعن سكو جري وعرشه إلهي عرش جيسنا على الماء بي كركض بو هذا صامرني وبيده إلهي قعنتي سأل أخرى إيكله وحا كسقنا دي الفيض أو القبض أو ذن ماها للشك ماها إنك سوء علمات وقار لهين للشك من بعض الرواة لكن وللتنويع للتنويع وهي للتنويع وبيده الأخرى إلهي قعنتي سكلنا وحا كسقنا دي الفيض شبت وإلهي رزقي سيئو فضلي سأصدى أشبا أو القبض باء هذي حيث الشدى حيث الشدى وأنا ميدا حافظ إليهي ميدا دنبه وقبض جاء علمته تفاسير فربذن بيجريان قارب حيدا وبيده القبض أي الموت يعني قعنتي سكلنا وحا كتشير جيري وحا كفي عن بوليه الحافظ الحجر إن لي لهذا القبض هنا بمعنى الميزان وهي الرواية أعرج سلس الحديث كان رواية كانوا ليه أبي هريرة أي وحا كتمد وبيده الأخرى الميزان ساسا كتمد مركا قبض مركا لغو فسيرو حيث شدا إيه أريق ميزان وإسكينيا وإسكينيا وهيو متكست يعني وها وحن إلهي وها يستامر كليلا وحيا كدي أنتهي إساقا إنتو دونا كبحيا عدو دوننا أديدا عدو دونان وحق عانتا كوشرا واسعيا متكو ربنا كعليليا سيدا سواي ميزان كنا واهل بيك قفك وحبيقيا وحاوي سيدو ربا أوكييلو وقفنا أوكيلو وحاوي ميسو قفنا نسكيلو وقو ميسو قف دو قف وصوحو مطيع دالة هانا دان فيرينو إلهي نقبضاً هيسا شداً قعنتاً كله وبمعنى ميزانك وكليته يعني وحوحو هيستاه بعدله عدو الربنا إنه دي أواسعيه عدو الربنا إنه كهيسته متكو الربنا يعني رزقه واسعيه عافيماتك يملكك يبغرته يدا منا انتبو كقادوك عليليه مركوا سيدة صابة إلا في عام بحافظك تفسيرك وكوفة سليمة إلا في عام يرفع إلهي كرب أقادا عدو ضربه ويخفض هصب أوليه عدو دوليه مهمة حديث كان مركا وحاوي وفقردا عنوانك فقردي سهروا سعة كرم الله تعالى إلهي كرم كيسا واسع نمت كيسو حديثكم معلو شاهدكم وانتص وهي إلهي ميدك تيسو وكلتا يديه يمين وحوي النبي الله ملأ لا يغيضها نفقة وحبحين إلهي قعنتي سمي ذيك بوحدة من نقصان يسو وانا صامرني
صفات كان ميدك إلهي إن لو صفين كرو لكن ميدك إلهي ما ميد خلق إنجا لبذا دينع إنجا ميدك بيدع علو يقنا ولبذا جناح قرب كوبن وحي كويال أما مخلوق كاهري ماد إسكا كوبن متحيز كلبذا دينع وكاتشر ميدك بيدع إلهنا تبارك وتعالى وحاوي ومنزه عن أن يشبه أو أن يشبه بخلقه وكفوا ليس كمثل شيء لكن يبينك يا مدق ونصه ومن صفات الذات إلهي مدق بولي هاي لكن مدق تانصه إنه مدى خلقه وكالنا ماها ميلنا كما شبهده وإساق مدق قلنته وبيده الأخرى وكلتا يديه يمين إلهي اللبدي سقع مضب وامنك وانصومرنا الروايات قار أريق الشمال إلهي أصغي يا خلاف علماء سو خلافين وانصومرنا أيضا عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال وحيلي أرسل وحال دري ملك الموت جيردا ملك جديبا إلهي دري إلى موسى عليه السلام نبي موسى الله دري فلما جاءه ملك مركو أيمد موسى سكه موسى ملك ودرباحي ففقع وحو سردي عينه إشيس ملك يبو إشا كسردي موسى عليه السلام ولماذا حيلا أن صببته وحي هيد وأنا سيدة الإمام الخزيمي غير مريان وصيدة وفي عن سورة بشر بويم لا سورة ملك سورة بشر بويم سيد النبي اللوط هي النبي إبراهيم عليه السلام بأي ملائكته سورة بشر وتمد وهي النبي إبراهيم حديثا سورة يقاب بن آدم وقو إيمان لهين موسى ديبي أقور عين وهي ملائكته معنط وحي بشر كعونان النبي اللوط نهدو أقان لهين ملائكهين وهي سورة بن آدم وقو إيمان لهين موسى نبقين وموسى نهين يعني هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قمسك مدين يوحدي لما ملائكتا بل قال يا صويا عوي ماذا حد كيف شان بالليدي يقول لي يا رب قروح بدن بيسوس وصوريين وك قران كشكي مركي سقي قوم كسي دباتدي دحمرتي مركا موسى عليه السلام لما لكم من مركي لسودري سوره البشر عادي وين محو درباحي علم دهر مركا وحو درباحي غريسو اسكا سو غلا لا دها اذن لا ان بو سو غلى وهي ملائكه دي دربيدن ايو وحيالهم بني ادم وعليه معليان ايغو جرميغود ايغو وا نور وحان لاي ماده لغا سميفتينكا ويفتينكو ميل بو دحمرا ويسكا سو دحمراي سو دحتاغن بو اركور ما حد هيدو درباحون بو ديبي وا نوغتي نبينا حتى انو شريعادينا قفكا هدي او اركا قف ميل كا فيرينيا دوليلا وحو شرعو حق سيينو ايشا كاسوريدي كارو ايشينو كاسوريدي كارو قفكا اركتي اسوغو ميل كا داون اما الباب كا ميل كا بنان ايشا ساريا اما دربي ايشا ساريا بس بس هذا هزتي عرقي رنجي إن حبضي وحلي قفقي ماذا حتشبيسي وحي إشاد كيسو ريدي كده شرع وكوبني نبي أنا صلى الله عليه وسلم يكسو أنتاي يكسو وأنا هدر حكوا ملا قفقاس حكوا ملا إذن إيش يسيب سوف تي مرك فرجع والله في مرك ملك الموت إلى ربه ربي يجيب والله في صدري فقال وحي أرسلتني الله وحد يدرت إلى عبد أدونه لا يريد الموت قريبا أدونين وبيسو ضربه بيسو قليل قال وحي النبي فرد الله ألا وسعلي إليه أي إلى ملك الموت عينه إيش يسوي سعلي إيش تيسي أصل كده معها وتيس صورة بشر وصور حقلا إلهي تشكل الملائكة يتشكلون إلهي بأوصى خيره sala suuradii ugu yin markii hore ishaan ay soo dhacday umba ishii loo soo celiyay ee tii malaga maaha halku muus suuradiisa muusa ma barbaaci karmana yaani la yahtamiluhu asal bashar aadi wadag tahay aragtideedaba qaar wuxuu yiri marka wa qaar wuxuu yiri nabi alle irji laaba hadaba ilayhi isaga ku laab nabi muusa hadda ku laab faqul lahu waxaad ku tiraahda yadaa yadau ay li yadaa amr wa وحاوي وأمر على صورة خبر يضع أي ليضع حدقه يده قعنتيس على متن ثور دبي دبركي أما دودكي هصارو قعنتيس صدها هصارو دبي تاغن دبركي
فله وحاسقنا ذي بما غطت وحي دبوشو يده قعنتيس بكل شعرة تنك استبدل كذو حاسقنا ذي سنة على سنة عمر جيسا وعاتر هذا الدنيا سدى أورفت موزو دبي ميل تاجن قعنت صار أنت قعنت ذا قادو تمها أي كؤادو تنك استترسو تنك استبدل كذا السنة حساب أنت نورو وأبغى الله سنة جزهم كم نام بعيد قال وحي لمرك موسى أي ربي ربي قيو ثم ما أوكي أنت مرك النور هذا محا أهانية ديتنا محا أهانية قال وحي لألي ثم الموت دي قريب أهانية ولي من نولاني زيد كن سنة شيئي لباتم كنو سنة داس كن نولا توضو دبن بالغولي ثم الموت وهم قيري قال وحي لمرك موسى فالآن حدابا حدها لقى قادول فالآن فسأل الله أحو سؤال موسى قال له أن يدنيه ألا إنو أدوي من الأرض المقدسة أرلدي يقولك لطهيري رمية بحجر أي قدر رمية بحجر دقح جندي وحدا إنو إله أدوي إن علماء فقرة وحيقري معاني كلا دول تدين موسى مركو هذين ودمان أيوه أيو إله حكعت سد إله رول كان بيت المقدس وكيا له الأرض المقدسة هنا بمعنى بيت المقدس رول كويس إله واحد يدويسا لقح أنت الله جنوك يعني ما هن أجري رول كجديه سهل يجوا عاصو أولي ب إن لقح الله جنوك جديه سانو سجلب معها أيو حكوا ذا هل يدوي بمعنى أو إن ده تقريبا لقح أنت الله جنها تقول دريه وبقول لا بقولهم تريس كده أنت أصوكليت مركي اللي يجرسيه هل كان نفتح لجيجا قاد؟ سيان رول كبركيسن أوجد وهذا سدى صنع صدي مركز سدى عتسيسين ولا جاك بري. فقال رسول الله رسول كان يحيي صلى الله عليه وسلم إلا ذو عت صدي علماء ذو نبى وحموش شجاي وحمهي مادش شرع وحد المتشر. فقال رسول الله رسول كان يحيي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم فلو كنت هدان أهان لها ثم هل كا يدي اللجوء أسي لا أريتكم وان إذن تصين لها قبره قبر جسان إذن تصين لها النبي موسى إلا هو أن يقف في هذا أنو مدينة شو جاي سكون بيت المقدس أكتر هذا الغواصي لكن هذا مش هديجان هنك دوان لها وإذن دول جين لها قبر جس إلى جانب الطريق حالوية قبر جس تشد كدني عيسى تشد دني عي تحت الكثيب الأحمر أي عند الكثيب الأحمر بعد كعس بعد كأكتيس حالوية يعني قبر النبي موسى حكي على مال شدة أكتئب بكي على ووضع قبر جيسا أجمرتا حضنا مال سكبنا كمية لقي بور تور يرو عرقة أما كوس يرو عرقة بعادة أيو أكتئب كي على تلمام النبي كبيع فيري وبيت ضبط كأن ما إنه دول يستعجي وهذا كشفي والله في ذي النبي هو حرام إنه تلمام مركزه هذانا والله وافتشني تلمام تتهد وقوله وحيف السيد هو تلمامه عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن نبي حكوري عن جدي وسهلة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حولي من سأل الله قفك ألسوا الشهادة شهادية الشهيد نما قفك ألسوا أشى بصدق ربي رن أهان قفك إلهي أسوا أشى بلغه الله ألا قفك وحو قرسية منازل الشهداء دسك الشهداء دا بوسس بوسس كودية منازل الشهداء وإن ما تابد انت على فراشي قرقي سي عازك سبا قد حد انت لكن وإن هذا مركز لديه إله يو شهادة قدل وإن دفقاتها وفضل قيدان راسن يأون معها وإن كاقو أنت هاي بريدا أو أه إن ديمتو أذو الشهيدة شهادة وإن عبادة أنت هاي ميدو إلهي كسيبا فنعيم ما هي إنك سوفي عنت هاي ميدان قفقا معركة إيا قالت إيا عنت دو كدلان هل كان لديه سوغو مقبل ومحتزب وغير مدبرين لكن هذا كوي كسوك يقول لما تنا يقول لفته دواء وشاهده لكن الله اسكي الهليو انت الشهادة الرسالة سيا فضل وين نارها كدعين نارها كدعين ضد مسلمة دل كودة يلا انتو دا ايا اينا اسكو قرحيسو ايا اينا دي قوضبا نيستاي چنل لكم مرة سدو هذا يقف مسلمة دل كيسا عموم كمسلمين تا عدي شرعه إلين قف كستو لما لها إسلام نمشيكت هو مسلم قف كستو إسلام شيكت عدي هو مسلم مجره
culimada been laga sheegay wixii sharciigu u gaalaysiiyay gaalimadiisu culimada ahalku way cadeeyeen deen lagu jihaado la dilay xaq waay laakiin dad shacabi iyo aama iyo maamooyin iyo arur yar yar iyo dadaban xataa iska da gaalnimada ku dhacaan aaban gaarin ba xilligi taklifada ee salaadiba san waajib ku ahayn ayaa la leenaya markaas ay leh janna lagu raasan culimadii baa la leen janna lagu raasan odayaal baa la leen janna lagu raasan adigu xaj digan dhan ha dhintaan weeye intaas oo diisho jannad ku gali marka taas qald waay عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سال الله القتل قفك الهي سؤاش دل في سبيله جدكي سدخديس لو ديلو صادقا اسغو كدب شيغي من قلبه اعطاه الله ان لو وحوسيا اجر الشهاده شهاده اجر يدوسيا ميلها المركان مريو وحيالها سبحانه برارجيا حديدينتي با سي خلدن لو استعمالي شهادتي با سي خلدن لو استعمالو جهادكي ما خلدن لو استعمالي marka dadkii waxaan la dhageysiyay culimada oo ka hadlayso oo shahaadi iyo jihad iyo yani ragii horende fitantan soo gaarin marka saaliley hor u soco wadaadku wuxuu ka hadlay waa batan inuu ku jirna waa marka waa qalad qalad waa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy Allah sallallahu alayhi wa sallam qaal wa xiri man saala Allah alqatla qafki ilahi su'ash dil fi sabilillahi ilahi jidkiisa dhixdiisa lagu dilo صادقا اسكو كدب شيغي يسو اشاسي ثم مات ديتن اسكدينتا ما بلا ديلين بغوريسو كدينتي اعطاه الله الله وحسيا اجر الشهيد قف شهيد اجر يبو هليا انا ابي كبشه الانماري رضي الله تعالى عنه انه قال حديث كان وين سو مرني يا كون هدين اخرنينو غالب كود كان وحين سو مرني اسكو دهر ين سو مرنا دو غابن ياي قال وحي سمعت وحن مغلي رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم يقول له إنما الدنيا أدنيا لأربعة نفر أفر قف بي أصغناتي أدنيا ذاتك كنول وأفرتاس إنما الدنيا لأربعة نفر كو عبد أدون أو رزقه الله الله أكو أرزاقي مالا وعلما أحول إيا أقون شرعية وفهو يسوي يتقي وميد إسجيرية فيه وحا لسي دحديس ربه وحا الهي سي نعمته ايو الهي كغه بقيا و اسكو جيريا ويسلوان حديدين يا فيه وحا لسي دحديس رحمه مركا فهو يتقي فيه مد ولبي او لابنيسا وايا علمه مالكنا الهي وان لغه بقا قرابدن وا لغه خيريريا كذلك علمي قرابدن وا لغه خيريريا الهينا وا لغه بقا لان علمه ان القرابده كخيريريسو qofka muslimke walaalka ay kula dhashay isaga ina daacwada ka bilowdaa nabiga lagu yiri waan dir ashirata kal aqrabin marka waxaan taqaanay diin iyo aqoon hadaysan iyo ka diidan ma ka cagjiidin iyaga inadu bandhigta waa nabu xiri oo wa ya'lamu lillahi ay anna lillahi allah inu usugnaadi fihi waxa isaga la siiyay xaqan inu ilahi xaqku leeyahay fa hada kan بأفضل المنازل منازل درجاتك بوصصك جنة كوة أغسر ريو كسو نادي بن نبي وقف إلهي علمي مال سوق دري وحي إلهي سيئة قوني علمي هان إلهي كقبقي كتك إلى ربن استعمال كلبان وعبد أدون والثاني ميت كلبان عبد أدون وي أدون كاسو رزقه الله علما إلهي أقون علمي وكو أرزاقي ولم يرزق مالا إلهي حولوس كو أرزاقي فهو هذا يسوق صادق النيه ومد نيته كدف شيغيا يقول اسغو اورنيا قلبي و هو كورن لو ان لي مالا هدان حوله هيسن لها لعملت وحن كسمين لها بعمل فلان ها هبل الشيخ هبل سدو كسميو كلي وان صاحبكي و حوله الهي علمي سو دري اي لي انو اقوم بان ليهي لكن حوله ميس الله دوب حوله اي قدر لا انو سيو سيده هبل وكلو ما انو كسمين لها او جدكي الهي كو بخيل لها نبو حيري ان فهو اسو بنيته اي بسبب نيته فاجرهما سواء اجر ود واسميه ما انطقي نيته وناغسن اوغيد بو كسو غاري وخي كا كغتغي وعبد النادون ويكسد حد رزقه الله الله كو ارزاق مالا حوله ولم يرزقه علما الهي اقون علم شرعي وسنسين او فهو اسو يخبط وها هابنيا في ماله حوله سدحدود بغير علم اقول الان
بمعنى توحي لغو بحنية بيش لغو بحنية عدي للسيني يوحي من ما قرنية الربادي معاه حلالة معاه وسكرح بتلقصنا يا لا يتقي حاله سنستيرين فيه حولها يوحى لسيد احديس ربه ربي سنكجب بقينين ويسكترين أولا يصل أسن حريرين فيه حولها يقع دحد درحمه حولها لسيين أسن قرابي سكحريرين ولا يعلم أسن بأغين قرنين أن لله أي أن لله الله إن أسقنا ذي حقا وحقوق فيه حولها إلهين حوله حق لي ما بقى ضنبك مالي نبي حولي فهذا كان صدحات بأخبث المنازل بوصصك آخر ماشا أقول لي ذاتو كسوغية ونارتا إيو عبد أدون لم يرزق الله ألا أسنكو أرزاقن والرابع لكافرات عبد أدون لم يرزق الله ألا أسنكو أرزاقن مالا حوله ولا علما يا قنتونا فهو يسوي يقول وحو أرانيا لو أن لي مالا هدان حول الله لها لعملت فيه حولها وحن كسامين لها بعمل فلان هبل شقد وكقبتوك لي وكي أقول بي أقول لي تيب وليه سيدة هبل بان كتمن لها وكو دلحيس تقي لها دلحيس دي محرمة وإله اللقوع عاسنية أما دلحيس مباحة تيها شرعي قابين أمريبا فصيروا في الأرض فانظروا لولك إن لسعدو بوريه سيدة ندي سيدة وما لها كرلو قد دوان إيو لولك إلهي قفه وصامره من باب التدبر إذا كان النفتي سحوقه ونشان صدره ماي شرعه مديد شرعه دي تامتره لكن هذه مركي لدلحي سيدة خمري إيا قشن إيا بلايا لآذي سيدة دادك حنحنة سمية تاسا حران مركو حنحنة سيدة هبل بنانون حولها كتو من لها نبو حولي فهو إسونه بنيتي أي بسبب نيتي نيدي ساحن سببتت فوزرهما لبضود سواء فوزرهما لعفو دنبيقود سواء وكوسما يعني حاجة دنبيقود كسميهين واسما دعما فكاد الدنيا دو داتكو عفرتاون بل ماذا شانا دادوك الشيك قف أقون لي أن حوله يسنين ما يقف أقون يحول الله يسوكو داري قف أقون لي أن حوله يسنين قف إلهي حولس يناقون لهين يقف لبذي لك حرماني نقول حولي الدنيا دا أفرتان وي أيادوكم مركب ميتك وقصة ريادات ويديد كالبان نقو كالبادة هداد ويدا لبادان دنبي أيان كدرن هبسي كالدرن هذي هنقون نقون فصل ما جاء وحي يميد في حديثنا نخرنا نقرن وحي قليان وأنه يعدي على التمني إلهي إنو أدونك وحكسي الرب تمني وحا قلبي وكتعلاد كل ذلك قفك إنو الشهادة قلبي يستطلب وكتعلاده قف حولي علم لنا قلبي كتمني ذا الله دان لها الله سيدة هبل بان خيرك حاجرين لكوها ليا وتمني تمني وقف وحو سن هاي سنين ووناك سن قلبي كتعلاستي أو رفقتها يجري يدي والسي أما حولها النقضين أما الشهادة النقضو أما علمها النقضو وحو دوني هالنقضي مربادو نيدا يا قلبي كتش على السو نبكتها هاي كجو أنت هاي أجر يدي واليه ما أنت قيام وهذا من فضل الله وكرمه ما جاء وحي من في حب الله سبحانه إلهي تعالك سكوي مد وتعالي هاي وتعالى للمدح أمانت إنه إلهي تعالي هاي ويا أمانت إلهي حوت على هذا العلم ذو إلهي رنت وتعالي هاي أمان كستو استقعد عن هين لا أماننا حد جد بجلي كرا إلهي أمانت الله أمان لكن وأمان له بو سك استودو أمانتين لفتو حقيقة هاي مركا أمانت وحوج علي أمانت سجل الله أمانه وارن يضبوا ساس علمنا ده أنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال حدي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد قفنا ما أهان أحب من لك الجعيل بديه إليه سجل حقي سأل مدح أمانته من الله الله حقي سلوك الجعيل بديه عز وجل عد إلهي أمان لأمانك تعل مجرد نبوي من أجل ذلك السيدة أوغيد بؤله مدح أماني نفسه نفتي سأماني إنه نفتي إنه أمان ولنودي فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى هذا ترى الشيخ بل سيدان بوها سيدان بوها وحلقية آخرين لو قبصة سيدان بوها حكم يجري واحد أركي زورا حكم يجري منافق ما يلقونه كم بوها هبين كيبو بلايس مين جري ضدكو حوله ذو دعي جري أظن حياتك وقيت لكن إله ذات هذا هو العلي هو كذا هو كذا هو ما أنت لنا ما أنت هذا صدق وح أنت وقف سنة آخر
بل وحي لكو أمانة إنه وحا كدرا إنت إن نقولين إلهي نقام متيستي جل جلال. من أجل ذلك أبو إلهي مدح نفسه نفتي ساماني وقرآن قال الحمد لله الذي الحمد لله الذي الحمد لله وكان. وليس أحد أحد نما أهان أغير مد مصير بدن من الله ألم مد كغير بدن ما أهان. من أجل ذلك سيدا أوغيد بو ألي حرم الفواحشة وحيالها حنحن فواحش تاه الزند أي كوكة هاي بو إلهي حرمي وإلهي وحو كغير ضاء إن للي ما دوحو يسو حرمي أصمرني حديث كي ديراء إن الحلال بين وإن الحرام بين مركين سومريني بغير دين يوحل كاسينو يدن وكسو شرحنا مركا حديث كي سعد نوات قرانيسا النبي سعد انتي وحلقي شكيو هذون نين كرير كي سوقي ما دو نين لشي في وحنا عسى لقاه الله مركزو سعد وحيري من نين حاس كي قال لشي فان لو أكى شرعي اللي موجود أفر مخراتها اللور هذه سحات كل لوجو فيه أما لعانك مركي لقاه دي مركا وحيري رسول قال الله ما إسلامتي أم وحنا كو أركي يعني كي بان أفر مخراتو سر رادين يا سيو أركان يجون وبتجي ياي والله إن أنا يل إنه حيل سيف فان لا ضرفولا يودي مرك صحابته ويا بين غير دي سكيا مرك أصلاً نبو حوري مساعد بالله يا بنتي المسير كيس والله أنا جا كم مسير بدن بنبوري والله أغير مني أنا جا إلهي بقى جا مسير بدن لكن غير ده إلهي بنبوري ما هم إذا خلقي وكره إيه شيء ده شذا قف كان وديك شيء ده نيا وحلاقو قف صدي إيه غير ده إلهي وإن للي ما دوحو حرمي تسوى بزود يسين لا تيرا لوجو تنتون تدن عكلي ليستاجو سيدا ليستاجو وقفوا دم على جقاد كرا تسوى النبي حلو وليس أحد قفنا ما أهاني أحب إليه سج حقي سميد لك الجعل بدنيه أو لتعل يه العذر عذر دار بحين تمين الله الله حقي لوجك الجعل بدنيه بمعنى عد قف خلط جشوع عذر دارته عد عذر دار أو وجه علوة إلهي جل جلاله إلهي وجه علوة من أجل ذلك السيدة أوجد بالنبي أي أنزل الله أسودتي الكتاب كتاب كان أسودتي أو أرسل الله أدرى الرسل سوء ضد كان حجده أوجو أو أيسن على عليه ده أنو النبي نامه منين يا الله أيسن شكده إيمانين أي إله رسولشني كتب تنسودتي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فصل ما جاء وحي في سعة رحمة الله إلهي نحريسيسا واسع نمت كذوحي كويمد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال وحي لرسول الله رسول قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون هداد وغان لهدين قدر رحمة الله إلهي نحريسيسا قدر كذية انتي لنتهي لتكلتم واسلقان لهدين وطلسارا لهدين أحسبه وحان مرين قال إن يرهو عليها يعني لتكلتم وتل سارن لهيدين عليها نحريستا حتى اوغان لهيدين الهي نحريستي سواسع نعمت كده قف ولبو خدي لا نحريستا انتا دن بلي انو ميل ان اخره كغلواي ماي ان وحان رب اسك سميو او معاصد اسك غلو او marke lo war maasidan u sameen u xoran laha naxariistan oga qolaynan meelan ka galwaayin siga su ilahi u caasiyo عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال حول رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم كتب ربكم ربكين وان قري على نفسه نفتي سكر كذا وحو كو قري أو كو واجبي بيده قعنتي سنة أو كو قري قبل أن يخلق الخلق خلقي قولن انتو سن أبورين كهر رحمتي مكتوب كواك وحي لقري واتن جملة رحمتي أنيغا نحاريس تيدو سبقت وحي كهر مرتوي كبدي سيغضو بعرضي يعني مركز في رسو مظاهر كونية يا خلقية مظاهر إلهي نحرست سكتر جميسية مدى غضب كيسا ملايين شر إلهي نحرست كبدا بل هذا في ملايكة ملايكة وخلقية مظهر من مظاهر رحمة الله وهي ملايكة صفات كذورا وعباده وإنه ندعيان وإنه جنادة ذاتك وخدميان خلق إنه روب سودايان إنه وكا حتى كقدلي ملك موت كله شغذ اللودي بي بونتذا الدنيا ذا قشن كوكا قد بني آخر ذي في عيد بكو قد بني هذا نصيب كله ذا هاي هذي كلنا قشن كأجي قد فت ذا دون كلا دافن مستريح ومستراح من ميتكم نبي صمدين أوكي
jannada markaad fiiriso waxyaalihi adduunka de malaayiin jir jannada ka badan jannada maxaa ku nool wildaanu mukhalladuun xuurul ciin fulaan waxaasoo dhan waa min madaahiri raxmatillaahi marka culimmadu halkaas ay la mareen oo yacni ilaahay naxariistiisii caradiisa marka la isbarbar dhigo waxaa in badan ka horeysa oo soo horeysa oo haaliba ilaahay naxariistiisa waxaaba tusaale inuu fiilna xagga daacada iyo macaasida marka loo yimaado ama xagga cibaadaadka iyo khayrka qofku hadduu hal xumaana sameeyo ilaahay hal buu u qoraa hal xumaana laakiin qofkii hal wanaaga sameeyo aqallu maa waxa loo qoray waa 10 okay halkan la qoray waa carada ilaahay buu waajibinayaa ciqaaba 10kana naxariista ilaahay buu waajibinayaa naxariista badan markii suma dhawaa وعن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي حوري لو يعلم المؤمن وفق مؤمن كادو أغان لها ما شيء عند الله ألا أكتي أهادي أو من العقوبة وحا إله أكتي سيا لو عقابه دو أغان لها ما طمع مبأو صن دمعين بجنته إله نحرستي سيا جندي سيا أحد قف مؤمن ما طمعين با دي النار سوحا لقو قلي النار انت اللي اكتي عقابة ميشة تالقفك مركو أركو dambi u maali sameeyay buu bas dhiilaan uu kaasaaba li cadaabi war kale meesha ma yaalo walaw ya'lamu al-kafiru qaal ku haduu soo ogaan laha ma waxa inda allahi alla akti ahaday oo min ar-rahmati harisa ma qanata ma usan qusteen min jannatihi ilahi jannati sama usan ka qusteen ahadun idna kama qusteen gaalada kamida kulligood waxay dhiilahayeen jannadaas iyo harisa inta dhan rabbiga anaga nama cadaabiyo lagama yaabano jannaduna geynaya saasay oran lahay laakiin labadaba mid mid baa laga muujiyey qadab yacni ciqaabta adduunka taalo dhan mid aakhir marka loo fiiriyo waa 1% naxariista ilaahay aakhiri adduunka marka isbaba dhigana waa 1% naxariista adduunka taalo intii badneyd waa la qariiba waa cilmul ghayb lidaa qofku xukuma dhisi karo waa inuu rumeeyo un ama midii aakhir hadii adduunka dadka si fiican loogu muujin lahaa labada dhinacba ninkii naarta arkana janno waa ka quusan lahaa ninkii janno arkana waligii naarba ma niyiisay inuu galiyo bimaana waxay ku tusinaysaa ilaahay in xariistiisa waasac nimadkeeda an muawiyah ibn haydah radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam annahu qala inna allaha alli khalaqa wuhu abura mi'ata rahmatin buqul wuhu ilaahi adoomada ugu naxariisto fabatha deetana alla wa firdiya bayna khalqihi adoomadiisa dhixdooda wuhu ku firdhi rahmatan waahida hal naxariis fahum iyagu يتراحمون واسكن حريسانيان بها هلكا حب سببته بيسكن حريسانيان وكن نبي ورين جري حتى حيوانك دورك دور جوجته علمي سينو كو استاغا ديدن اي مركو قوفكا سان قاد مركو سو علم لا بو اركا علمي هو استاغن و كهينيا قوفكي لا كو اسبخو نحاريستا سو نبي غيري وا هلكي حب ان كميد و اللي باح وحن حريسانيو يو وحن باهلهن نحاريس بلغو تومين kuwaas ilmuhoodii saa ugu naxay xageen naxariista ka soo gaadhay halkii xabaa dunida oo dhan loo qaybiyay makhluuq oo dhan intii ka soo gaadhay baasanta jiwa nabi wuxuu yiri wadakhara alla waakidi indahu aktiisa wuxuu ku keediyay 99 sagaashan iyo sagaal buu alla keediyay li awliyaahi awliyadii soo alla u keediyay fil jannati sagaashan iyo sagaal kaliya ma sagaashan iyo sagaalkaas waa keyd midii adduunkan waa lagu bixin boqolkiiba jannada ugu tagaysa markaas marka waa jannada waxaan taala naxariis dhameystiran boqolkiiba boqol adduunka dem ku dhirin kartaa inaad tiraahdo farxad dhameystiran baa taala ma jirto carabtu waxay yiraahdaan yawmun casal wa yawmun basal maanta dad faraxdo oo xoogo ku soo yar galaanay reerku caafimaad ku qabo loo maalin maqaaxiyaha ka qosqosasho isugu ka aadan tahay adoo waxa loo arko indhaha kala taagaya maalinta war maxaa kugu dhacay ala hanuusan bisaarad ba jirtaa salaanti ba hanuusan ama ilmi ba ama waalidki ama tolki qaraabadi musiiba meel kaaga timid lama waayo dunida maba dhamaataba ilaa qabrigaad ka gasho marka yaani aakhara laakin waxaas kama jira aans kama jira an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qalu li rasulullah rasulka sallallahu alayhi wasallam qala li jibriilu jibriil ba wuxuu yiri alayhi salaam law ra'aytani hadadi arki layd muhammadow وانا انيغو اخذون يعني والحال انا انيغو اخذ ساسوا عفوا وانا انيغو اخذ من قاد يا انا هي من حال البحر بد دوبده قاد يو عن توبسنيو
وفأدسه جلينيه أو أود يدي في فرعون رواية كقار في فم فرعون وان فرعون أفكي سكو أود يه ضادي أركي لهي إيه مخافة أن تدركه لرأيت أمرا عجيبا إسكده أرين الله يبتد أركي لهي وما حسد أوي شيء مخافة أن تدركه إني هالي شو عبسي أنك عبساني أوغيد بانسيدا أويالي الرحمة إلهي نعريسيس يعني فرعون مركي بده وكل عيو كمان شوبي أيو حوض معينه إلهي رميه وكي مركا عن تاتا عيس كفرطي أيدي إن ما هي دايت القرآن كيد ما هي تاسوامي دا دنبي إلا الذي آمنت به بنو سلام بن دوني أيدي يا أوكي ساسوان إذن وحوض معينه إنه أذوق وحي موته فيش إنه خيال له وقرني أنا قصر العلماء شو عن كم إذا لن وحوليه إله أنا فرعون لن هامان بوحو كليه أوقد لي يا هامانه معيدي آية قرآن حيث ابني لي صرحا مرة معيدي ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وعكليه يعني صر اسم دار يدس وانكره سيان موسى إلهي أسواره وهذا إلى أني مش شايفين يسيد ما هو إسكا أمرت ذنون قرية صار ديسي معلقة قديسي إلا إن إلهي كون قد سجى سميست عدنا أم درسن كن والأمر بين الكافي والنوني مرك ده إلهي تفرعون وعلى رتب كرسي إسكا ليهتنا ترى هذا قرية سميسن ده قرية إسكا سميس ما هذا كله همان ويدس قرية أرضاس بتوقن سنة وامد إلهي القرآن كل شيء فاستخف قومه فضعوا إنهم كانوا قوما فاسقين إلهي وحول وود ليس و استغفام سو فضض يستي عقلي غادي و خو كسو قاد عيال عملا هذا إلهي وحول وحا كاغ درن تقنمدودا و اسكا تيعين ما كان تيعان إلهي وحولي قوم حن و فاسقين ان إلهي اخرو جيدن الدنيا ري اهين و ايمان لا كانوا قوم فاسقين marka jibril xulee fir'aun ba markuu isku dayay inuu isla horta xilliga culimada xidhan toobo laga maqbalin hatta hadu 10 jeer la ilaaha illallah dhila laga maqbalin waayo ee xilligaasi wa qofku markay naftu ka baxayso wala ladina yamutuna wahum kufar saayid quraanka toobo laga maqbalin dadkaas waayo aayin almut baasul inuu dhimanayo yaqiinsaday toobadii subxay taraysa laakin jibril wuxuu sida u sameeyay liiri ihtiyaat إيل كوكا بنينكاس يعني دبكو أنبياء الله دبي يبدك المؤمنين تا إله إن حريصي سن وقرن يواص نعمة كذا أيوه حسي بلا هدو كه الله في حالة أن سوكو سجن بلا سجن حريصي رابو قاضي يا مركزو أفكو قلي يا مرك نجا أمس بوكويري أرى لوك حين يعني مركو حيد هذا دار كليت حديثك حلو دريشنا يا مركا يعني إله إن حريصي سبرار جنت إليك تا فرعون او كجرى في حاله الموت اي جبريل وحان كبقي حدان اسك دين لها انو اسك سي هادلو انو الهي اسك عافيه او اسك كتود اقبلو مركا وانو ديدي فصل ما جاء وحي كن في قرب الله الهي دوانشيس سبحانه ادومدي سو دو يحي اي وانه ال اقرب انو ادونك اوغ دو يحي من عنق الراحله جاديدك أسارية يا هشيسة لقون تذين إلهي وقده يحي دي قربك وقرب علم ومعية وليس قرب ذات عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا وحنه مع النبي النبي لشركة صلى الله عليه وسلم في سفر سفر لحديبان النبي لسعني في سفر سفر لحديبان النبي لشركة ساهين فجعل الناس ضدك بوحي قذك لنا بلابين يجهرون إنا إلا جهريان يكون دواقيا بالتكبير الله أكبر الله أكبر دواقيا فقال النبي حلي صلى الله عليه وسلم أيها الناس هيددوا اربعوا على أنفسكم ورنفتين أو دمريا محايا لإنكم إذنكم ليس تدعون ليس هنا ومعنى على حد ولا النافية ليس تدعون أي لا تدعون بري ميسان أصمى مدغ علوس او دغالا ولا غائبا يمد اذن كما قنتون ما بريسان انكم اذنكم تدعون واحد بريسان سميعا مد وحمقلا قريبا او اذن دو او دو يعني وهو اسغنا معكم لجيركي نو اهادي والذي مدك تدعونه هو بريسان بنبي الله
ayaa aqrabu dhawaansho badan ilaa axadikum midkiin uga dhawaansho badan min cunuqi raaxilati axadikum ha gaadiidkii ahasha isaga uu saaran yahay qoorteeda ilaahay baa uga dhawaansho badan waxaad ka sheegi hal dushaad kaga fadhida qoorteeda mitir bay kugu jirtahay wanaxnu aqrab ilayhi min xablilwariid qalbigaaga iyo xididka halkaa maraya xablilwariidka loo yaqaano ilaahay wuxuu yidhi annaga uga dhow qofka marka dee ajmaca ahlu sunnati wasalaf wasaxaaba wataabicuun qurbigan laga hadlay inay tahay qurbu maciyatin wa cilmin walaysa qurbu daa maaha لأن الله فوق عرشه بائن من خلقه كما يليق بعظمته وجلاله جمعا بين النصوص إلا جمعية وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال حلي رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم إن ربكم ربيين ليس ماها نبي أصماء مدقع لصماءها ولا غائب مدئذ كما قن أدواقسان فقن ماها ويسق بينكم وبين رؤوس رحالكم نبو حيلو هو اللي بينكم إذنك إيو وبين رؤوس رحالكم قاديد كينا قورو هذا أما كركو دي إذنك دحدو دو أحاد بمعنى هشان ماذا حيادة كورس عطيه هذه انتوشك غفر ديا انت ورنا حيسا أق إلهي سدو كاقا ورهاي ساقا هشا كاقا دو كاقا ورهاي بضم أذيقا بإلهي وفي أنفسك فلا تبصرون نفت هذا بإلهي ساقا دو ثم قال نبحري يا عبد الله بن قيس وابو موسى الأشعري ألا أعلمك ميانك برن كنزا كيدو من كنوز الجنة جندا كيدت كيدا كميدا جوابت ونعم نبحري لا حول ولا قوة إلا بالله كيد كوكا فصل ما جاء وحي يمد في أمر الله ورسول في أمر الله إلهي أمرده أمر رسوله النبي بتبشير الناس تتكين وبشاري لا تقنيطهم قوسين توضا ميا يعني أمر ده إلهي وأمره النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ضد كأنه بشاريه وفضه ديه دينك إنه سن حريص إلهي كقو السنين أو سن كؤت كين أمر ده النبي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال مر رسول الله رسولك الله صامره صلى الله عليه وسلم على رهط جماعية كحب النبي صامره ومن أصحابه السحابة دي سكمدة يضحكون حالة قسليا يعني النبي صامره جمع يضد ميل نادي فديو صحابي سو اسكا قصقص ليا فقال النبي وحولي لو تعلمون هداد وغان لهيدين ما اعلم وحان اوغهي انيغو او عقابي عار الهي لضحكتم قليلا ان يربط قسل لهيدين ولبكيتم كثيرا ان بدن ود اودي له مسيتي مره راسا ماشي لقسلي شب قال نح فاتاه جبريل بان النبي ويمد فقال وحولي جبريل إن الله ألا قد قال لك وحكو لمحمد لما تقنط عبادي محاد أضومد إذا أقوصين إيسا ودني يتشبين إيسا قال وحو لجبريل قال وحو لأبو هريرة فرجع واللابتين النبي إليهم صحابتي وصامري هل كيف ديب دب أقول لابتين وقال النبي وحو لي صلى الله عليه وسلم سددوا لحيستا أمورتين مرنا إسكاقص لسيدي هذا مرنا عفسد إلهي دم كبضته وأبشروا بشاريستنا خيركم بشاريست إلهي نعريستيس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال كانوا حوه رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا قف مركو الدروه ومن أصحابه سحابدي سكمدة في بعض أمره تلوين كيسي إيا شقوين كي نبي قدتك الدريجر واح كمدة هدو الدروه أو دهبل واحا سوقبه أم زكاة سوق روري أما عيداً يا جهاد الرعيو أمير وقدقو قال النبي حورين شردتك أدريو بشيرو بشارية ولا تنفروا حكا لديدينينا دتك دتك أو بشارية أو لمرية حكا لديدينينا حتى سمي سيسو مها أنت كافر فاجر أهل نار وحاصل مرة لما فعلت حكو جي استغفر الله توب إلى الله نحرس بالربا ها يعني أب نفس سليس صلى الله عليه وسلم بشيرو ولا تنفروا هكذا ديننا وتشرك المسلمين ويسروا فضوديا ولا تعسروا انا عسر النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما جاء وحيمد ان الله تعالى لا يعذب من عباده الهي ادومديس ان سن عذاب الا من لا خير فيه الا قف ان خير بلهين او بعوا مويان سومالد قف كان خير كلام حيدان
بعو يا رضيت من الفهم يا يا أي أنت ردي وترجمة دير يا هنو بعو بندانا بعو وكان يا بعو وقفة وناك بالجسوين وإنكار قوى يا قف كجبي سبا أن لك جواي نصيب أن لهين هذي بعو والله سما وكان أي قم هنا والله كسر عن عبد الله بن أبي الهذي قال وحده خرج عمار بن ياسر عمار بن ياسر بصباحه إلى أصحابه رجي ساحي بدي سهاب أصباحه والحال هم يجوا ينتظرون ويسوعيان فقالوا وحي كيد هذين أبطأت علينا والنقض هذا أيها الأمير جماعية كوحب مركة أمير وهؤلاء سعودية أمير والنقض هذا إذا إنسان كوسو غيني فقالوا حلي أما إني أنو سوى حديثكم وحديثك كغشكين حديثا ور وركاسو ديدن هالممسية إنت يسوعي زيني عاجزكي كان وحوها أخ ولال أو لكم يدين كيدين سوقنا ذي ممن ضدبوا كميدها كان أهدت كاس قبلكم يدين كوركتين وهو كان كهل موسى عليه السلام وحيلي وعاجر النوم ولالكينو ومضيه ركميدها وأنا نبي موسى نكانو شيدي قال وحيلي موسى يا ربي ربي يو أخبرني واحد يقورنتا بأحب خلقك إليك خلقك هاقي أضوم ذا ميتك هذا وقوتش عيش هاي إحقا قل لقوتش عليها قال وحيلي قال لي لما وما هذا سؤاشي سؤاشي حقا سوق علي قال وحيلي موسى لأحبه سي أن أدونك أتشعل هذا لك أديك درت أنا أتشعل هذا أيام كويدي سؤاش الله قال وحيلي قال لي سو حديثك وانك أقوى الرمي موسى قف ما إساقا رجل هو يسو رجل قف وي رقي دمر كدوني هالنقضة أو في طرفين إنع كسوغن أو من الأرض لولك كميدة وقف لولك ميل انك نول دوني ده كاسو يعبدوني أني يعبدني وقف وناكسن أقول لك مال كجنول واني عابدية ويسمع به كاوحا مقلي وركيزة أخ له ولا لك لو استجد دين تكو ولا لا كاسو في طرف الأرض الأخرى لولك يستجد شو جم هنا متكله في ده ده استجد عرف كلا كنول لا يعرفه كاسو جرني إن كان إله عابدي اسمه يقنا معنا نكان عبادتي خير كقع عن بعي مت كان كفك كان ما يقانو نبي وحول صلى الله وحول مركا إله تبارك حديث القدسي فإن صابته هذي أصيبته مصيبة كان ونكسن عابدي هذي بلا يكون عذو فكأنما أصابته كان شعلا ذي كفك وهذا مداين يسوي كل عذي بع وإن شاكته هذي مدشوكة قضحنا فكأنما شاكته وابس إذا يسوي يذو يسجد مدي قضحت أصيب لا يحبه أدونك أمتش على إلا لي أنا جوينين تدي درتي معه يعني واقف أهل الدين وحكوتش على طاعة إله وحين كلا تجوعان لا بعرف ودوني ذا كلا فوق سمع خبر كيسية عبادة دي سي طاعة دي سون بو مغلي سداسو كوتش على ذي من يقانه كان ما يقانه كان ما يقان تكن هو قرن يعني كايو وحكوتش على ذو بقباي لكن ظاهر كسد حديث كوم مغطو ميت كلا تشعل يعني كان ورب كهين تعال لس دوم مرسان يا ما ميت بام ميت شعل إلهي درتو جعل كان كان ورك معي ثم قال وحولي مو ف إلهي بامرك وحولي فذلك كاسي أحب خلقي إلي أضوم ذي إذا ميت كان وجد شعل هاي واي وميت كقف سنة قونين ونقول كجيس كيس سنة كنول وحين ترستيان كقبين شعل هذا إلهي درتين وجعلها إلهي وحولي أضوم ذي إذا أنك هسان وجد شعل هاي ثم قال وحولي موسى يا ربي خلقتها دبو حد أبورتي خلقا أضومه فجعلتهم ديتنا واحد يشف النار تسد هذا بدون عارض بدن تهاي ونن مال اسكت شوجة نن اسكت علاضي بعض النت علاتي تطبع أبورتي النار تجلس أي بالكورن فوح الله تعالى إليه إلهي بوح وحي ذي موسى أي موسى هوي موسى ازرع واحد بيرته زرع بير فزرع هو بير موسى عليه السلام بيرتي وسقاه هو ورابي وقام عليه وانو استاجيو وكشقي حتى حصده إلا أبرتي جوي زرعي جوي أو داسه أو كتنت أو كتشوك تشوك سوي عزواري قشن كأنا قرن كيا بالكي وعزواري صبو الذي مركو كجرتي وعزواري بو مركو كتشوك تشوك سدو يقف مركو بيرتا جوسن قرن كيا وعزواري واسك كتشوك تشوك سداي فقال له ديتنا الله وحكولي موسى ما فعل زرعك
war beertaadii zalcigaagii muxuu falay yaa muusa muusa beertii iga waran xageed kale xaalkiinuu marayaa qaaluu wuxuu yidhi muusa qad rafactuhu allow xasaadkii iyo midhihii iyo beertii nuxurkeedii waan qaaday oo waan kaydsaday meeshii loo baahnaa baan geeyey qaaluu wuxuu yidhi alle famaa taragta minhu maxaad ka tagtay haddaba famaa maxay baad taragta ka tagtay minhu ay min azarci wixii aada beeratay maxaad ka tagtay qaaluu wuxuu yidhi ciis muusa maa laa khayra fiihi waxaan wax faa'iidaa ku jirin oo qashin ah oon qiimo lahayn oo yaan meelaha iska yaalyaaloon see tegin qaaluu wuxuu yidhi alle fa innii anigu haddaba laa udkhilu nnaara naarta gelin maayo muusow ilaa man laa khayra fiihi qof aan wanaag balahayn maahan oo khayrba ku jirin qof bacwoon khayr qabin mooyaane qof in yaroo khayra ila yimaado naar gelin maayo ilaahay allaahuma ijcalna miman tarxamuhum ilaahay nagu dara kuwaasi ku sii daraa ay waa dheeraaday halkaynu joognaa.